شغلك وعلاقته بوزنك. خلينا اقول لكم ان سبب رئيسي من اسباب زيادة الوزن هو الروتين المكتبي، بسبب طبعا قلة الحركة وضغط الشغل اللي بيرفع من معدل هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول هو هرمون الاسترس والضغط، وده بيزيد لما بتتعرض لاي موقف زي ضغطك في شغلك مثلا. احنا بقى عارفين الاسباب اللي ممكن توصلك للمرحلة دي، وهو ضغط الوقت والمسؤوليات اللي دايما بتبقى موجودة عليك، واللي دايما بتقعد تفكر فيها وتشغل تفكيرك طول اليوم، او في محاولاتك الدايمة ان انت توفق بين شغلك واي سايد بيزنس بتعمله على جنب علشان تعلي من دخلك ومستوى حياتك. ده غير كمان المعاناة اللي بتعانيها مع اطفالك، وبالذات في وقت الويك اند بتبقى عايز تريح وتفصل وما بتقدرش تقوم بدورك الكامل معهم كأب او كأم في اللعب والخروج بسبب اجهاد جسمك. كل المشاكل دي انتوا بتتفاجئوا بيها بعد فترة من نسيانكم لنفسكم ولصحتكم. احنا في تيم عز بننصحكم ان انتوا تعملوا كنترول على الكواليتي بتاعه الاكل بتاعتكم، وتحاولوا دايما ان انتوا تاخدوا خطوة حتى لو حاجة بسيطة قوي في ان انتوا تمارسوا رياضة. ولو عايزين تسهلوا الطريق عن نفسكم ممكن تبداوا معانا في تيم عز، وهنقدم لكم كاستمايزد بروجرام مناسب لوقتكم وطبيعة حياتكم ان كنتوا هتتمرنوا في البيت او في الجيم حتى لو يومين في الاسبوع. كل اللي عليكم هو ان انتوا تبداوا.